السلام عليكم. كما وعدناكم البارح اليوم نوريو لكم أشغال نتاع التخطيط نتاع الرواق نتاع لعب القوى في ملعب عنابة، يعني التجهيز نتاع الملعب، يعني في لأن الأشغال راهي جارية مع عملية وضع الكراسي. وانا نشوف العمليات تاع وضع الاروقه، التراساج نتاع الاروقه نتاع مضمار العاب القوى. نخليكم تكملوا الفيديو بدون ما نكثر الهضره بزاف، والسلام عليكم.